طبعا البرازيلي وانطلاقه للجزيرة. الله الله الجزيرة في الدقيقة الثانية من الكبير الكبير في أول وصول للجزيرة. يسجل علي مفخوت نعم علي مفخوت يأتي بالهدف السريع جدا سريع فريق نادي الجزيرة. مرتدة سريعة جدا والعرضية كل لعيبة نادي الجزيرة في هذه اللحظات. كرة خذوها لكن الجزيرة واقفين صح، الجزراوية واقفين صح. كرة جميلة. الله 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 البديل الذهبي. نعم البديل الذهبي دخل لمهمة انتحارية. يأتي بالهدف السليم يسجل ما عجز عنه كل المهاجمين. واد متعادلين في النتيجة، متعادلين في طرد هنا وطرد هناك، وهذه كرة. الله 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 الريمونتادا الشرجاوية مستمرة في الملعب الملكي. الشارجة هنا أمام الوصل وأمام الجزيرة من بعيد يعود الملك هذه الكرة. استلام في هذا المكان وإصرار من جانب القابوني والنهاية الشرجاوية السعيدة.